السلام عليكم. كثيرة هي التطورات التي يشهدها الملف اليمني بل والإقليم بشكل عام، فمن الخلاف الذي يقال أنه سعودي إماراتي إلى أن هناك اتفاقا الآن بين السعودية وإيران بعد 8 سنوات من الحرب التي شنها تحالف السعودية والإمارات في اليمن لمحاربة النفوذ الإيراني عبر انقلاب الحوثيين. هذه التطورات أثارت كثير من الأسئلة حول مآلات الصراع في اليمن، وكيف سوف ينتهي هذا الصراع، ولمصلحة من، وأيضا ما هو موقع الدولة اليمنية من كل هذه المتغيرات التي تشهدها المنطقة. ولذلك يسعدنا في هذا اللقاء الخاص أن نرحب بالباحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية الأستاذ عبد الغني الإرياني، لعلنا نفك معه بعضا من طلاسم هذه المرحلة. مرحبا بك أستاذ عبد الغني. أهلا وسهلا، حياك الله. كيف نظرت للاتفاق الإيراني السعودي في بداية هذه الحلقة؟ أسأل عن هذه النقطة، هل يشبه الاتفاق أو التوافق السعودي المصري في مرحلة الصراع على أثناء ثورة 26 سبتمبر؟ لا، لأن الاتفاق السعودي المصري كان اتفاق شامل لجميع ما يتعلق بالحرب في اليمن، بينما النقاش الذي يدور الآن بين إيران والسعودية لا زال في أساسه مرتكز على تطبيع العلاقات بين البلدين، لكن لا شك أنهم تناولوا الصراع في اليمن ولم يعلنوا عنه. أنا أظن أن هذا الاتفاق مهم جدا، خطوة مهمة في طريق إيقاف الحرب في اليمن، لأنها ستؤدي إلى تعديل المواقف المتطرفة خاصة لأنصار الله، لكن أيضا لبقية الأطراف التي يجب أن تتفاوض للوصول إلى حل وسلام دائم. لكن ماذا عن التوقيت؟ لماذا في هذا التوقيت بالذات اجتمع السعوديون مع الإيرانيين في الصين من أجل هذا الاتفاق؟ أظن أن هذا كان ناتج عن التطورات في الساحة العالمية، حرب أوكرانيا واشتداد الخلاف بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، دفع الصين أن تبدأ بدور دبلوماسي في المنطقة، وهو مخالف لعادة الصين في أن تتجنب التدخل في السياسات المحلية. وكان للصين الفضل الكبير في الوصول إلى هذا الاتفاق. يعني جاء هناك تصريح قريب من مصدر سعودي في موقع العربية نت، ويتحدث أنه بنود الاتفاق السعودي الإيراني هو سري، ولكن اتفق الجانبان على الأوضاع في اليمن أو على تطورات الأحداث في اليمن. برأيك كيف نفهم هذا الاتفاق الذي يبدو بين الجانبين بخصوص الملف اليمني؟ على أي شيء توافق الطرفان؟ أنا أعتقد أن الطرفين ليسوا من الغباء أن يقرروا بدلاً عن اليمنيين ما سيكون عليها الوضع في اليمن. هم على الأغلب أنهم اتفقوا على تهدئة الأوضاع في اليمن ومساعدة اليمنيين للوصول إلى حل، لكنهم ليسوا في موقع يسمح لهم أن يقرروا ما يكون هذا الحل. لكن ما الذي قال المصدر؟ دعني أقرأ ما قاله بالنص. قال هناك دعم سعودي إيراني مشترك للاتفاقية فيما يتعلق في اليمن. يعني مثلا هل يمكن القول أنه سوف يتوقف دعم الأطراف التي كان الطرفان يدعمانها على الأرض اليمنية؟ هل يمكن نقول ذلك؟ هذا أيضا غير ممكن لسبب بسيط، أنه الأطراف التي تعتمد على الدعم السعودي والإماراتي لا تستطيع أن تقف على قدميها، بينما الحوثيين وهم ممسكين بعاصمة البلد ومؤسسات الدولة المركزية ومواردها يستطيعون أن يعملوا بدون أي مساعدة إيرانية. فبالتالي يكون انقطاع الدعم كاملا غير محتمل. لكن الأغلب لدي أن الطرفين سيعملا للضغط على حلفائهم لكي يصلوا إلى اتفاق لإيقاف الحرب والشراكة في السلطة.
هل أفهم من كلامك أستاذ عبد الغني أنه الإيرانيون هم الذين كانوا أقوى عند الاتفاق الذي جرى في الصين؟ طبعا واضح أن السعودية خسرت، أنها جاءت يعني وهي مكسورة لهذه الفوضى. مكسورة، مكسورة لماذا يعني؟ ما هي المشكلة؟ المشكلة سوء التدبير. كان في إمكانهم أن يتوقفوا عن التدخل في وقت مبكر ويتركوا اليمنيين يصلوا إلى اتفاق، لكنهم بدلا عن ذلك طولوا الحرب بشكل غير معقول لمدة سنوات، وهذا في كان نتيجته أن أعدائهم استحكموا وتمكنوا واستطاعوا أن يكونوا أقوى وأقوى، بينما حلفائهم نتيجة لتعاملهم الفج صاروا أضعف وأضعف. لكن هل يمكن القول أنه الدعم الإيراني لجماعة الحوثي مكنها من استنزاف ربما بعض من قدرات السعودية؟ لأن السعودية في فترة ماضية يعني حاولت عن طريق مفاوضات الكويت، مفاوضات جنيف، أن تدفع إلى حل سلمي هناك في اليمن. لا شك أن نوايا السعودية كانت جادة في إيقاف الحرب في مفاوضات الكويت، لكن تعال نشوف بعد الكويت ماذا فعلت. هي يعني حرصت على أن تستمر الحرب وتطول بمستوى منخفض لا يكلفها كثيرا، لغرض استنزاف قدرات الأطراف اليمنية بشكل عام العسكرية، وكانت تبيت لأجندة خفية تبينت لنا أكثر عندما أرسلت السعودية قواتها إلى المغرب. نعم. طيب، الجنوح إلى السلام في اليمن ليس هو الأمر الأول التي تفعله الرياض في هذه المرحلة تحديدا، كان قبلها قضية المصالحة مع قطر، والآن الحديث عن إيران وما إلى ذلك. برأيك لماذا هذا الاتجاه السعودي في هذه اللحظة؟ هذا توجه يعني يشكر عليه، ونحن جميعا مستبشرين أنه سيؤدي إلى نتائج إيجابية لكل الأطراف في المنطقة. نعم. السعودية مقدمة على برامج تنمية ومحاولة للمنافسة كسوق للشركات الأجنبية وإلى آخره والسياحة، ولا يمكن أن يتم ذلك وهي في حالة حرب ومدنها معرضة للقصف، حتى ولو كان القصف هذا غير ذا أثر مادي كبير، لكنه ذا أثر سيكون ذا أثر معنوي هائل. فهم بحاجة لتهدئة الأوضاع في اليمن لكي يستطيعون يتفرغوا لمشاريعهم الاقتصادية، وهذا الذي دفعهم للتهدئة ليس فقط مع اليمن، مع إيران، لكن مع الأطراف الأخرى. نعم، قلت أنه سينعكس هذا الاتفاق إيجابا على المنطقة وعلى اليمن تحديدا، كيف يمكن أن يستثمر ذلك؟ ما هو المطلوب من الجانب السعودي ومن الجانب الإيراني أيضا؟ أولا السقف الذي يفاوض عليه أنصار الله الحوثيين مرتفع جدا، وكان يكاد يضمن فشل المفاوضات بينهم بين السعودية ثم بينهم بين أخوانهم اليمنيين. الآن نحن نأمل أنه بعد التوافق بين السعودية وإيران أن يكون في هناك دفع في اتجاه أن أنصار الله يعتدلوا في مطالبهم ويضعوا سقفا قابل للمفاوضات مع باقي اليمنيين، وهذا سيؤدي إلى سلام مستدام. وكان إيران هي من كانت تدفعهم لرفع سقف المطالب؟ ليس بالضرورة، طبعا إيران لها مصلحة في الفوضى في اليمن إلى أن تحصل على ما تريده. قيمة الكرت الذي كسبته في اليمن نتيجة دعمها لأنصار الله، فالآن هم أخذوا القيمة، بالتالي صار واجبهم ومصلحتهم في أنهم يهدوا. وول ستريت جورنال تحدثت مؤخرا أيضا بأنه مسؤولون أمريكيون وسعوديون قالوا بأنه إيران وافقت على وقف شحنات أسلحة سرية إلى حلفائها الحوثيين، كيف تقرأ هذا التصريح؟ هذه لا شك أنها خطوة، إذا كان صحيح فهي خطوة لإبداء حسن النية ولن تأثر في ميزان القوى،
انا يعني ازكي انه نقل الاسلحه ليس له ضروره ويجب ان يتوقف لبناء السلاح. طيب في المقابل يعني طبعا ظهر وزير الخارجيه السعودي تحدث او الماليه عفوا وقال ان هناك يعني تفكير بعودة استثمارات إلى إيران وما إلى ذلك. في المقابل جاءت أيضا تصريحات من مصدر سعودي اليوم وكأنه يقول أنه السعودية استغلت ضعف إيران داخليا من أجل الوصول إلى اتفاق سري كما وصفه. كيف تقرأ هذين الموقفين يعني من التصريحات السعودية؟ هذا كلام صحيح، طبيعي جدا أنه إيران تطالب بما هو ما هو ذا قيمة لها، والسعودية طالب ما هو ذا قيمة لها. السعودية تريد أن تهدئ الأمن الوضع الأمني في حدودها الجنوبية، وإيران بحاجة إلى دعم اقتصادي لأن اقتصادها تأثر كثيرا بالعقوبات التي أجرتها عليها الولايات المتحدة والغرب. إذا مصلحة مشتركة. دعني أنتقل إلى موضوع آخر يتعلق بالمباحثات السعودية الحوثية. هل يمكن الربط بين ما كان يجري في الصين وقبله في العراق طبعا وسلطنة عمان وبين المباحثات السعودية الحوثية؟ هناك بعض الربط الواضح وهناك أشياء لا نعرفها. مثلا المفاوضات وقفت قبل فترة لأن أنصار الله قدموا مطالب معينة نعم ولم يرد عليهم الحوثيين بعدها، ولا شك عفوا ولم يرد عليهم السعوديين بعدها، والسبب في ذلك في رأيي انهم كانوا منتظرين نتائج المفاوضات في بيجين في الصين. يبدو ان الان بعد ما ظهرت نتائج المفاوضات في الصين فنتوقع ان السعوديين يردوا على المطالب التي قدمها انصار الله بالرفض وتقديم يعني مقترح معاكس يكون أكثر اعتدالا. نعم، سأتحدث أكثر بخصوص أيضا كيف ينظر الحوثيين للأطراف اليمنية الأخرى المرتبطة طبعا بالتحالف السعودي الإماراتي، لكن قبل ذلك أريد أن ناقش معك عنوان كتب فيه المحرر في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بأنه المحادثات الثنائية بين السعودية والحوثيين تنذر بمآلات خطيرة. لماذا يعني وضع هذا يعني التحليل الذي ربما هو سلبي للمباحثات السعودية الحوثية؟ خذها بالمنطق، الحوثيين فاوضوا السعودية، نعم، والسعودية ستقدم لهم تنازلات وهم سيقدموا للسعودية تنازلات دون حضور الأطراف اليمنية. ولكن رشاد العليمي قال أنا حاضر، قال أنا مطلع على ما يجري. رشاد العليمي مطلع بعد ما يتموا بعد ما ينجزوا، ما ينفعنا فيها. يعني تقصد أن النقاط التي يستند عليها مجلس القيادة ليست مطروحة في الحوارات السعودية الحوثية؟ الذي بيقولوها السعوديين أنهم يتناقشوا مع الحوثيين في القضايا التي تخصهم، لكن أنا متأكد أنهم يخوضوا في كل شيء. وبعد أن تحصل السعودية على ما تريده ويحصل أنصار الله على ما يريده، لن يتبقى للأطراف اليمنية الأخرى لكي يفاوضوا عليه إلا الفتات. لكن مجلس القيادة يثق كثيرا بالسعودية، يعني هل تتوقع أن السعودية ربما تخذل حلفائها في هذه المباحثات؟ من متى لم تخذل السعودية حلفائها في خلال الثمان سنوات الماضية؟ يعني هذا الجواب المختصر يكشف عن أمور كثيرة. أنت ترى أن السعودية خذلت فيها الشرعية في السنوات الماضية؟ نعم، وضربت قواتها، قصفت قواتها في بعض الحالات. طيب هل هذا يجعل ايضا الضعف الذي يحدث على الارض من ضعف قوات الشرعيه وقوات مجلس القياده الرئاسي يجعل موقفهم ربما ضعيفا حتى امام المجتمع الدولي في محاوله فرض شروطهم على الحوثيين؟ هذا صحيح، المجتمع الدولي لن يفاوض نيابة عن مجلس القيادة الرئاسي ولا عن الأطراف اليمنية.
طيب، لكن الآن الحكومة حينما ظهر الاتفاق السعودي الإيراني قالت نحن ننظر بحذر لهذا الاتفاق، لم ترحب به بشكل كبير، وإنما قالت سوف نترقب لما تفعل إيران. هل يمكن القول أنه لا زال لدى مجلس القيادة أوراق يستطيع أن يحركها في هذه المرحلة؟ للأسف أنا لا أعتقد أن مجلس القيادة لديها، فالمجلس القيادة لا يستطيع أن يصحو يوم بعد أن قبل أن يكون خاضعا للإرادة السعودية منذ تأسيسه. ألا يبدو أنك ربما تحمل المجلس ما لا يقوله على الأقل في تصريحاته؟ رشاد العليمي قال في بروكسل أمام جمع من الأوروبيين أنه حتى لو انسحب التحالف من اليمن سوف يقاتل اليمنيون من أجل المرجعيات التي توافقوا عليها. كلام جميل، لكن الواقع شيء آخر. ألا يملك صعوبة كبيرة؟ نعم. ألا يملك مجلس القيادة 80% من الأرض؟ أليس هناك محافظات في الشرق وفي الجنوب؟ يعني هي ترفض مشروع الحوثي بشكل كبير يعني، ولن تتنازل له. السلطة البوليسية والعسكرية للحوثيين تتجاوز هذه المظاهر. الحوثيين يستطيعون يصفوا أي واحد في عدن أو في المكلا بكل سهولة، لأن عندهم الكفاءة المؤسسية اللي قام بذلك. لكن ماذا عن عجز الحوثيين عن الوصول إلى مناطق في تعز، في مأرب؟ هناك يعني مقاومة ربما كانت مفصلية منعت الحوثي عن التقدم، طبعا مع دعم التحالف جويا. ألا يمكن القول أنه هناك عجز أيضا في المقابل لجماعة الحوثي عن أن تسيطر على كامل الجغرافيا اليمنية؟ الرفض الشعبي لسلطة قرار الله قاسية توحشة أقول عليها، أدى إلى أنه لا يستطيعون يسيطروا على تجمعات سكانية كبيرة زي تعز أو مارب. لكن قدراتهم المؤسسية والكفاءة العسكرية التي عندهم لا محل لانتقاصها. أما بالجانب الآخر ما عندهم شيء. هذا بحسب تقييمك سيد عبد الغني الأرياني. لكن ماذا عن أيضا مجلس القيادة الرئاسي بحكم أن في أعضائه موالون للسعودية وموالون للإمارات؟ هناك حديث عن خلاف سعودي إماراتي، هل هذا أيضا ينعكس بشكل يعني سلبي على هذا المجلس ويزيده ضعفا إلى الضعف الذي أنت تراه مسبقا؟ الحقيقة أنا تفاجأت لما بالرغم من الخلاف بين السعودية والإمارات إلا أن طارق صالح راح إلى تعز وتحدث مع الإصلاح، ويعني كان فيه تعداد كبير للتوافق وتجاوز الخلافات. هذا شيء يعني لا شك أنه مذهل ومشجع، يمكن أن يجعل من المعسكر المعادي لأنصار الله على حد أدنى من التوافق لكي يستطيع أن يفاوض بشكل جماعي على اتفاقية سلام. لكن هل قرأتها أيضا أنه ربما هذا انشقاق داخل المعسكر الإماراتي يعني بين قوسين؟ أنا أعتقد أنه طارق صالح في هذه يعني تبين أنه يستطيع أن يتجاوز إرادة الإمارات، وهذا شيء إيجابي. نعم. كيف سوف تؤول الأمور بخصوص الخلافات داخل مجلس القيادة مع ما يبدو أن الإمارات منزعجة من تحركات السعودية مؤخرا؟ الإمارات يعني تتعامل بذكاء شديد، لن تواجه السعودية بشكل مباشر، لكنها ستتسقط الأخطاء وتستثمرها لإيصال السعودية إلى طريق مسدود مثل ما صار في السنوات السابقة. طيب، الآن إذا قدر لك يعني إن صح التعبير أن تلتقي برشاد العليمي وتنصحه في مواجهة هذه التحديات وهذه المتغيرات الإقليمية، ما هو المطلوب منه
من أجل فعلا أن على الأقل ينقذ سفينة البلاد إن استطاع. كنت أولا أنصحه عندما عرض عليها العمل هذا أن لا أقبل إلا إذا كانت الشروط الحد الأدنى للنجاح متوفرة، ومنها أنه يكون في مكان يستطيع من خلاله أن يمارس عمله. أما أن يكون في عدن وليس لديه القدرة على حماية نفسه فهذا عمل عبثي. طبعا وجود رشاد العليمي خارج اليمن أكثر من وجوده داخلها، إلى الآن هو موجود في الرياض. هل ترى أنه يعني التحالف واصل سياساته مع هادي مع رشاد بحيث أنه لم يسمح لهم بالدخول إلى اليمن أم ماذا يعني؟ لا، هذا المرة التحالف لم يمنع هادي رشاد من العودة إلى اليمن، لكنه لم يوفر له الظروف المناسبة لكي يكون في اليمن. ورشاد لم يفاوض على ظروف مناسبة تسمح له أن يعمل، كان المفروض أنه يعتذر. يعني أنت كما بدأ لي سيد عبد الغني الأرياني ترى أنه لا يوجد فائدة من مجلس القيادة الرئاسي أصلاً. مش لهذا الحد، لكن المرجو منه قليل حسب إمكاناته، ما ندرك أنه عنده صعوبات. طيب كيف يعني تتأمل مواقف مثلا المجتمع الدولي؟ كيف ينظرون لمجلس القيادة الرئاسي؟ هل ينظرون له كجهة شرعية ممثلة لليمن أم أنه أصبح تحول إلى مكون؟ لا، لا زالوا ينظروا إليه كشرعية دولية، لكن في واقع الأمر هم مدركين أنه السلطات الأمر الواقع في صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة لديها شرعية مساوية على الأقل. طيب ماذا عن الأحزاب اليمنية؟ يعني ألا يبدو أنها أيضا تركت الأمور، تركت مجلس القيادة ربما وحيدا في خضم كل هذه التحديات؟ والله الأحزاب للأسف فقدت قدرتها على التأثير، انتقل الصوت إلى بندقية، ومن ليس لديه بندقية ليس لديه أي قدرة على التأثير ولا لديه صوت. نعم. طيب مجلس النواب، هل يمكن لسلطان البركاني بمحاولاته التي تبدو في بعض التصريحات أن يحاول يعني على الأقل أنه يصنع شيئا ما، خيارات بديلة لمجلس القيادة؟ مجلس النواب منقسم باقي القوى، وبالتالي ليس لديه القدرة أن يوفر النصاب لكي يقوم بمهامه، فللأسف هو معطل في هذا الجانب. منقسم تقصد بين عدن وصنعاء أم منقسم داخل المعسكر الموالي للشرعية؟ بين عدن وصنعاء والرياض والإمارات. لكن ماذا عن المجلس الذي يرأسه يعني سلطان البركاني، الناس النواب الذين يوافقون على العمل ضمن شرعية مجلس القيادة وما إلى ذلك، هل يمكن أن ننتظر منهم فعلا ما رقابيا يوقف مثلا مسلسل التنازلات، يوقف أي محاولة يعني لهدم الدولة اليمنية؟ السلطة المعترف بها دوليا على مدى 8 سنوات ما لحقتش تستأجر عمارة في أراضي يمنية وتبني فيها مكاتب وتبدأ في تفعيل المؤسسات، لن تستطيع أن تفعل ذلك اليوم. لكن هي لم تستطع أم أن التحالف لم يمكنها؟ هل يمكن القول أنه هذه من ضمن أخطاء التحالف أنه لم يحمي مؤسسات الدولة اليمنية؟ التحالف كانت نواياه واضحة وغرضه تفكيك الدولة اليمنية، كانوا منتظرين أنه يجي التحالف لكي يساعدهم على القيام بعملهم وهم قاعدين في الفنادق. لكن التحالف يقول أنه جاء لدعم الشرعية، قال هكذا. طيب هناك طرف داخل التحالف ربما لا يخفي أهدافه بدعم مثلا ميليشيات انفصالية وهو الإمارات، لكن ماذا عن السعودية؟ هل كانت
يعني ترحب بخطوات الإمارات في دعم تقسيم اليمن، أم أنه لها مواقف مختلفة؟ لأنه اليوم هناك تصعيد على الأقل إعلامي بين السعوديين وأنصار المجلس الانتقالي. لا شك أن السعودية والإمارات اختلفوا الآن على أجندة اليمن لسبب يعني بسيط، هو أنه العلاقة اللي كانت تربط الاثنتين معا، يعني علاقة خاصة بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، بدأت تضعف نتيجة لتوجه السعودية للمنافسة في مجال الاقتصاد والاختلاف حول إنتاج النفط إلى آخره. أنا متأكد أن المؤسسة السعودية كانت مختلفة مع المؤسسة الإماراتية من سنوات، لكنهم لا يستطيعوا أن يظهروا ذلك بسبب العلاقة الصداقة الخاصة بين الأميرين. هذا الخلاف بدأ يظهر الآن تدريجيا، وفي رأيي أن السعودية قد تراجعت عن مخططاتها بتفكيك الدولة اليمنية عندما وجدت أن ذلك متعذرا، خاصة أنها وجدت يعني مقاومة من عدة أطراف، أنها أطراف يعني قامت بدور مشكور زي عمان تقوية أبناء المهرة ضد التواجد السعودي هناك، وبرضه الإمارات يعني عقدت على السعودية لما عملت 50 ميليشيا منفصلة في الوقت لحالها يصعب أنها تتجمع لكي تسيطر عليها. فبالتالي السعودية الآن ترى أن الاستقرار في اليمن أصبح هدفها الاستراتيجي، بينما الإمارات لم تطل تلك القناعة. نعم، الاستقرار في اليمن أصبح هدف استراتيجي للسعودية، لكن ماذا عن وحدة تراب الأرض اليمنية؟ كيف تنظر إلى هذه النقطة في المباحثات السعودية الحوثية على الأقل؟ كيف ينظر الحوثيين أيضا لهذه النقطة ونقطة وحدة التراب اليمني؟ بالمنطق والعقل، الدولة اليمنية كانت على حافة الانهيار وهي واحدة. إذا قسمتها وعملت لها جيشين وعملت لها خلافات إضافية غير الخلافة اللي هي قائمة الآن، لن تكون قابلة للاستمرار. فالسعودية وغير السعودية لا شك أنهم يدركوا أن الاستقرار لن يأتي إلى اليمن إلا في حال استعادة الدولة الواحدة، طبعا مش بالطريقة المركزية السابقة التي أدت إلى الفشل، لكن طريقة تعطي الناس حق إدارة شؤونهم المحلية. ماذا عن الطريقة التي توافق عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني؟ هل هي صيغة الآن يمكن العودة إليها؟ هي صارت الصيغة الوحيدة التي يمكن العودة إليها. عفوا تقطع الصوت، ماذا تقول؟ هي صارت ما اتفق عليها اليمنيون في الحوار الوطني. نعم. من لا مركزية وأعطاء المحافظات صلاحياتها. نعم. صارت الصيغة الوحيدة التي يمكن العودة إليها. جميل، لكن هل يقبل الحوثيون بها؟ هل سيقبل الحوثيون بها؟ هم يرفضوا المبدأ من أساسه، لكن في المفاوضات سنوصلهم إلى المكان الذي يجب أن يكونوا عليه، لأنه لا يمكن أنهم سيطروا على اليمن كاملة، ولا يمكن أن دولة مركزية تعود بالشكل الذي كانت عليه، بحيث أن كل شيء يكون مرتبط بصنعاء من المهرة إلى صعدة، وبالتالي لابد من اللامركزية التي تعطي الناس مجال لإدارة شؤونهم بأمس. ما هي مرئياتك لمزاج الحوثيين ونظرتهم الآن للأطراف اليمنية الموجودة في مجلس القيادة الرئاسي؟ هل سيعودون للتفاوض معهم فعلا من أجل إيجاد حل لليمنيين يحفظ على الأقل اليمن استقلاله، بدلا من الذهاب فقط للسعودية وانتظار الأموال منها الرواتب وما إلى ذلك؟ شوف، احنا في الحقيقة لا نسمع كل الأصوات في إطار حركة أنصار الله ولا في إطار الائتلاف الذي يسيطر على العاصمة صنعاء الآن. احنا نسمع أكثر الأصوات تشددا، 8 سنين من الحرب دفعت إلى الواجهة بأكثر الناس تطرفا وتشددا، وهذا الصوت اللي بنسمعه. لكن احنا نأمل أنه مع بدء المفاوضات أن تبدأ أصوات العقال والمعتدلين واللي قابلين بالتعايش تبدأ ترتفع، ونوصل إلى اتفاق مع أخواننا أنصار الله. أما بالسقف الذي يضعوها الآن، فأنا أقول لك أنه لا يمكن الحفاظ على الدولة اليمنية. وسيكون تفكك الدولة اليمنية على رقبة
أنصار الله وحدهم دون غيرهم. يعني حقيقة انتظار حلول سياسية أحيانا الإنسان ينظر بتشاؤم، لأنه حين يرى مثلا مفاوضات بخصوص وضع إنساني مثل الأسرى تجد أن هناك تلكؤ في حل هذا الملف. يعني على الأقل السياسي محمد قحطان إلى الآن جماعة الحوثي لا تريد أن تقول أنه موجود لديهم أو لا. يعني لماذا برأيك هذا التعثر في ملف الأسرى؟ هذا شوف، لأن احنا عدد الأطراف تشددا. الحرب زي ما قلت لك أفرزت مواقف متشددة. بدأ المفاوضات الجادة، أشك أنه سيسمعنا أصوات أكثر اعتدالا. احنا نأمل أنه أيضا الاتفاق بين إيران والسعودية سيدفع إيران إلى تشجيع الأطراف المعتدلة في حركة أنصار الله ودعمهم لكي نسمع صوت أكثر اعتدالا. إذا أنت تعول على هذا الاتفاق أنه ربما أن يؤثر في مجرى المفاوضات، لكن ماذا عن المبعوث الأممي؟ وأنا في الختام الآن سيد عبد الغني الأرياني، يعني هل معنى ذلك أنه لم يكن له أي تأثير في طوال هذه 8 سنوات؟ طبعا هو ليس مبعوث واحد. أنا أعتقد أن المبعوث السابق واللي قبله وهذا كلهم ساهموا في إضعاف قدرة الأمم المتحدة على التأثير. وأصبح دورهم الآن سيكون زي دور الشارعية، يأتوا لإكمال بعد ما يتفقوا الناس، يأتوا لإكمال الإجراءات. يعني أتوقع أنهم بيساعدوا، طبعا بيكون لهم دور كبير في ترشيد أي اتفاق وفي إخراجه بطريقة تجعله أكثر قابلية للتنفيذ، بما أنهم بيستخدموا خبراء دوليين لهذا الاتفاق. لكن بالنسبة للمفاوضات لا أعتقد أن لديهم دور في هذه المرحلة. طيب كسؤال أخير آخر في هذا الخصوص أيضا، يعني إذا كان المبعوثين الأمميين يتبعون للأطراف القوية داخل مجلس الأمن، هل كانت هذه الأطراف القوية داخل مجلس الأمن تريد فعلا إنهاء الصراع في اليمن منذ بدايته، أم أنه كانت مستفيدة من وضع السيولة الذي حصل والضعف وفشل الدولة؟ يختلف من دولة إلى أخرى. الصين وروسيا لا اهتموا بإنهاء الحرب ولا كانوا مستفيدين منها. بالنسبة لبريطانيا أنا في رأيي أنها كانت تستغل الحرب لكي تقدم خدمات للسعودية والتحالف، وبالتالي حرصت على أن تسيطر على بعثة الأمم المتحدة ويكون عناصر كثيرة منها موجودين في البعثة، وعلى رأسهم طبعا مارتن جريفيث اللي تبين فيما بعد أنه كان ضابط مخابرات بريطاني وآخرين. فبالتالي كانوا بيستغلوا الدورة الأمم المتحدة لكي يقدموا خدمات للسعودية ويكسبوا من وراءها. بالنسبة للأمريكان أنا أقول لك أن في ضغط داخلي في أمريكا لإنهاء الحرب، وكانوا يعني يبذلوا بعض الجهد خاصة بعد خروج ترامب من السلطة. واضح جدا، ونرجو أن تستمع الأطراف المحلية لكل ذلك من أجل أن تغلب المصلحة الوطنية لإنقاذ اليمن. أشكرك جزيل الشكر عبد الغني الأرياني الباحث الأول في مركز صنعاء للأبحاث والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. الشكر لكم أنتم مشاهدي الكرام، لأن نلتقيكم بخير. السلام عليكم.